المدير، تعالوا أخدكم في جولة كده علشان تشوفوا بيتي وتشوفوا المكان اللي أنا قاعد فيه وتشوفوا ماما وبابا اللي على طول طول اليوم يتخانقوا مع بعض عشان في حد منهم شايف إن هو بيشتغل وبيعمل أكتر من التاني. والمشكلة إيه بقى؟ إن إحنا عمالين طول النهار نخليهم هما الاتنين ما يتخانقوش مع بعض لحد ما زهقنا. تعالوا أعرفكم على ماما وبابا وشوفوا يوم معانا في عيلتنا وشوفوا بيتصرفوا ازاي في الجو البرد ده. مفيش غير ان احنا نقعد جنب التفاية وفي ايدينا حاجة سخنة كده ونقعد نشربها علشان نتدفى. يا نهار ابيض يا قطقوط، ده الدنيا برد جدا، انا مش عارفة استحملت البرد ده ازاي. وبعدين بقى طول النهار عمالة اروح واجي في البيت، انضف البيت واعمل اكل وحاجات كتير قوي، وانت بقى مش بتعمل حاجة خالص، قاعد طول النهار تقرا الجورنال ولا تعمل اي حاجة ولا تلعب وسايبني انا لوحدي. شفت بقى على اخر اليوم ما بقتش قادرة اقوم من مكاني خالص، تعبانة عايزة انام عايزة ارتاح، وانت مش سايبني ارتاح. سيبني بقى اشرب، بقى سيبني اشرب الكاكاو بتاعي وانا هادية كده ومش ورايا حاجة تانية اعملها. خليني هادية، مش عايزة اتكلم، مش عايزة اتنرفز، سيبني سيبني استمتع بالكاكاو. انتي ما بتعمليش حاجة طول النهار غير ان انتي تشتكي وخلاص طول النهار. انا بشتغل وانت قاعد، انا بعمل وبسوي وانت ما بتعملش. وبعدين معاك يا قطقوطة مش سايباني استمتع خالص بالجورنال اللي بقراه، ده في حاجات مهمة جدا ومعلومات خطيرة. سيبيني لو سمحتي، سيبيني اقرا اللي انا بعمله ده. انتي مالك ومالي يا ستي؟ طيب خلاص، شكرا جدا على تعبك طول النهار، لكن خلاص مش كل ما تعملي حاجه تقعدي كده تذلينا بيها وتقولي بعمل لكم وبسوي لكم. خلاص يا ستي، عملتي اللي انتي عملتيه، شكرا جدا ليكي، شكرا جدا. سيبيني بقى اقعد انا كمان في هدوء اقرا الجورنال اللي انا بحبه، انا بحب التهم القراءه كده وبحب التهم الكتب. سيبيني يا ستي، سيبيني في حالي وانا سايبك في حالك اهو. ارتاحي، انا ما قلتلكيش قومي اعملي حاجه، انا هقوم اعمل لنفسي اللي انا عايزه، لو عاوز اشرب حاجه سخنه اقوم بنفسي. وبعدين بقى، وبعدين بقى يا ماما يا بابا، هو انتوا طول النهار كده هتقعدوا تتخانقوا مع بعض؟ كل واحد فيكم ليه دور في الحياه يعمله وخلاص، واللي عاوز يستمتع بوقته بعد كده ويقعد يقرا ولا يعمل اي حاجه خلاص اعمله كده، لكن مش طول النهار خلافات ومشاكل. وطول النهار انا عملت وانت ما عملتيش، وماما تقول انا عملت وانت ما عملتش، وانت بتتعبني وهي تقول كمان هو بيتعبها. طب وبعدين؟ احنا مش عارفين نقعد في جو هادي وجميل. ارجوكم ارجوكم كل واحد ليه دور يعمله، وانا كمان هساعدكم على قد ما اقدر، بس مش عاوز حد فيكم يبقى عنده خلافات مع التاني عشان نعيش مع بعض.